هي مدنية مدينة بيسكران. باخير عليكم، السلام عليكم. الله يحفظكم. كيما بغيتو توبا، هيا روحو من بغيتو، هيا نتبعوكم نتبعوكم. نتبعوكم للسام يا ولاد بيسكران، الله يحفظكم. الله يسلمك، يعطيكم الصحة. نجي إن شاء الله، نجي إن شاء الله. 17 كيلو يتريق. على بالي، على بالي. الله يبارك، الله يبارك. صافي بليزير. فوالا. ما شاء الله. في الوقت استمارات باللي نجي لبيسكرا، نجي لبيسكرا، فوالا. نديروا حملة انتخابية ضد انتخابات. ديروا مقاطعة تاع الانتخابات تاع 4 جويليه. أروح أروح. ولاد البلاد يا. ولا دوكا دوكا. مدينة بيسكرا ما شاء الله. الله يحفظكم، يعطيكم الصحة يا شباب. يعطيكم الصحة. صافي بليزير، والله صافي بليزير كي تشوفوا الشبيبة. رانا في رمضان يا شباب، رانا كاع صايمين وراكم تشوفوا شبيبة راهي اجور لاشطة ما شاء الله. يا ما شاء الله، والله العظيم خالتنا المشكلة رغم حال الطقس وكاع مستقبلونا، ورانا رايحين قدام بلدي ان شاء الله نتلاقاو تما ان شاء الله. افيك بليزير. فوالا دوكا دوكا سي حمزة، صافي بليزير بيسكرا. صافي بليزير، رانا في بيسكرا، استقبلونا استقبال رائع جدا رغم حرارة الطقس، استقبلونا استقبال رائع. رانا نشوفوا بعينينا، رانا نشوفوا بعينينا. وقت رمضان والناس راهي واقفة ما شاء الله. الحمد لله. ها سي فريد. واسمحوا لنا بك درنا شويه روطار الله غالب تسمى عقبنا القنطره حكمونا انا خسرت انا الحمد لله بسكرة تفاصيل كالعاده بسكرة الله يبارك انا بسكرة انا عارفها نجي عندها بزاف الحمد لله عندي لا فامي عندنا الحباب هنا كاع الله يبارك فوالا هذه هي ونشاركهم اصحاب الصحراء ان شاء الله مع في رمضان هذا ان شاء الله نشاركهم ان شاء الله صغار الدعم ان شاء الله الله يحفظك فوالا كما قلت لكم بلي الصوم رمضان خوتنا الجزائري في الجنوب رانا في الميدان فوالا رانا في التيغان الناس راهي تبرد روحها في الشمال رانا في الجنوب والحمد لله كوبا بيان رحمة ربي فوالا مقاطعات هذو الانتخابات اللي على بالهم بلي فيهم التصوير الله يحفظكم السلام عليكم يعطيكم الصحة وانتم راكم اجوها نستعرف بكم هيا روح انا وراك هيا بسم الله الله يحفظكم ما شاء الله السلام عليكم رايكم وثنية يا الله يحفظك يعطيكم الصحة الله يستركم يا ولاد بيسكرا الله يعطيكم الصحة صافي بليزير الله يحفظكم رانا في وقت رمضان ما كاش لي كاشي وقت رمضان الله يحفظكم الله يحفظكم فرانشمون كون فو فويي سا سا في با بليزير يا والله يعطيهم الصحة ناس بيسكرا فوالا اون اريفي اون طار ساعة الروطا سمحوا لنا برك فوالا يعطيكم الصحة صحيتو ها بكا لا انتخابات لا والو بلاصة شابة ما شاء الله صافي بليزير
والله صافي. لي زامبيا كيراكوب. واش راكم؟ سيدي عقبه الله يسلمكم. كيراكوب دايرين؟ سمحوا لنا الروطار، سمحوا لنا. كيراكوم دايرين؟ زورنا في سيدي عقبه. زوركم زوركم، اهلا كيراكوم. لاباس؟ بخير، اهلا بكم بخير. بارك الله فيكم. يعطيكم الصحة. يا ولاد ديسكرا، الله يحفظكم. كيراكوم؟ سمحوا لنا الروطار. كيراكوم دايرين؟ بخير؟ اهلا. كيراكوم دايرين؟ لاباس بخير. اهلا سلم عليهم كاع قبل. كيراكم صافا؟ واش راكم بخير؟ والله بيان الحمد لله. الله يهديكم، الله يسلمكم، يعطيكم الصحه. هذيك الكلمه اللي صافا صافا تعرف بك الحمد لله. وانتم كيراكم؟ الله يحفظك. اجل سلم على اخونا. كيراك داير؟ واش راك اخويا؟ حبيبي على بالي بلي ما عرفتنيش. عسيسك عليك تيك توك. واش كان؟ شوف سكاليتك يا اللي زعما. الله يحفظك. كي دايره بخير؟ هيا الحمد لله. الحمد لله الله يهديك ويبارك فيك ان شاء الله. سمح لنا روتار برك. الله يحفظك. نديرو سيلفي معليه. يا ودي نديرو سيلفي. اهلا كيراكم؟ لاباس بخير؟ الحمد لله. يعطيكم بالصحة. كاز انا راني معاك في لا كرون بوس. ملي دوك نوريك فوتو يا حسرة. الله يحفظك قديمة. والله الله يحفظكم. وانا معاك اخويا. بارك الله فيكم يا الناس بيسكرا. الله يحفظكم. خير. هذا هو كان يسوق. كنت تسوق ساعة. الله يحفظك. صافي بليزير. اي روح بلاصة ثانية. اروح اروح وليد ساعة. كي راكم دايرين؟ واش راك؟ الحمد لله. وانتم الله يسلمكم. الله يحفظكم. كي راكم دايرين؟ كي راكم دايرين مع رمضان؟ غلبتكم ولا غلبتوه؟ لاباس الحمد لله. تعرف بكم انتم راكم مالفين. هذه اللي هنا، هذه البلاصه هذه، هذه يقولها البلاصات، هذه ساحه الحريه. هذه ساحه الحريه تاع الحباب. اللي هنا يملك الاستماره تاع بسك. ما شاء الله. اللي هنا يبدا الحراك. تعرف بكم. انا صوت الشعب وصوت الشباب اللي هنا. الله يبارك. ارواح خونا العزيز. كي راك دايره؟ لاباس بخير؟ الحمد لله انتم بخير. والله رحمه ربي الله يهنيك. كي راك داير؟ كي راك داير؟ الحمد لله بخير. وما عيشتوش ولا كيفاش؟ انا جيت من بس نشوفك. سي با فري. مرحبا بكم. مرحبا. مرحبا. كي راكم؟ الحمد لله انتم كي راكم دايرين؟ هوروزمون كاين لايف. عرفت الحوايج. تعرف بكم؟ راكم عاجو. راكم نكاز هاو. بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. شوفوا يا شعب الجزائري، شوفوا. أنا شوفوا الشعب الجزائري. شوفوا الشبيبة. أي روحوا الوطنية. والله صافي بليزير. كي رانا نشوفوا فيكم هنا في بيسكرا. بصح غلبتوا رمضان أنتم راكم فور. هيا بسم الله. هيا. هاي فوتو في لاكرون بوست أنا وياك. ولا لا. شوفوا أنا دليل. كل شيء بالدليل. دير دير. كل شيء بالدليل. كل شيء بالدليل. تعرف بك. شوفوا يا شعب الجزائري. ديسي الشعب الجزائري ما شاء الله. الله يحفظكم خويا. يعطيكم الصحة. لا كرون بوس. صافي بليزير. والله صافي بليزير. الله يحفظكم. بيف رشيد نكاز خويا مرحبا بك في بسك راكونا. ديك الصحة خويا. صافي بليزير. بصح ما كانش الفوت كان شوية يا جماعة. ما كانش الفوت. ما كانش الفوت. ما كانش الفوت. شوف اسمح لي. اتفضل. احنا رانا مع الجيش. الجيش شكون؟ السرجان، الكبران، لا جودان، هذاك هو جيش حنا اللي معاه. اللي يحمي الحدود. اللي يحمي الحدود. حنا مش مع الطرف الاخر اللي يحوس الفزاد على البلاد. حنا رانا مع الاستقرار للبلاد. الله يبارك. احنا مش مع المصالح. حنايا مع مصلحه البلاد. اللي يحوس على مصلحه البلاد حنايا اللي معاه. هذا هو الهدف تاعنا. كيف الحق؟ وحنا خرجنا في 22 فيفري على جال تغيير النظام. الحمد لله. ما نحبوا حتى واحد يتبنى الحراك هذا. نستعرف بكم. حنا نتبنوه، حنا اللي خرجنا لهنا في 22. الشعب هو الاساس. الشعب اللي خرج هو الاساس. نستعرف بكم. والشعب هو الاساس السلطه. الحمد لله. لبليس لي موار، حنا هذا واش نحوسوا حنا. المدافع. لوحده الشعب. مش حتى واحد يتبنى اللي كنا الطرف فلان هو اللي بزكيه. الشعب كلنا رانا فايقين بالخدعه. الشعب هو النظام وما كانش. دولة في العالم كانت ديكتاتورية. بارطاجي بارطاجي يا رشيد. كل لازم مرحلة انتقالية. حنا نطالبوا مرحلة انتقالية اللي طالب بها الشعب كل. بارطاجي بارطاجي. ونشكروك ثاني تارك اللي بديت الحراك. ونشكروك على المجيء البسكرة. يعطيكم الصحة. ولازم تروح معنا سيدي عقبة بن الصحافي. ان شاء الله. ان شاء الله. لازمك وتروح للضريح تاع عقبة بن نافع ومن ثم تروح للواد قريب. مد يدك. بارك الله فيكم. هيا نقعدوا 10 دقائق هنايا وبعد نروحوا. سي بون. السلام عليكم اختي. كي راكي دايره بخير؟ الحمد لله. هيا كلمه من بيسكرا. رساله. هيا فوتي الرساله تاعك تفضلي. Je respecte votre intelligence, votre analyse pour la situation politique.
بارك الله فيك وياتك الصحه. بارك الله فيك. عجبني رشيد، يعطيك عجبني رشيد نكاس قاعد تخلص خماراج ببلاش في فرنسا. اه شوف فرنسا بلجيكا المانيا نمسا ايطاليا بلغاريا زيد عاون الحراقه اليوم الهيب. اه ديما ديما هذا ما كان، هذا ما كان خطره معك شفناك شعاون في الناس على بها رانا معك يعطيك فهمني. ان شاء الله تترشح تديها على شارك مفتوح صافي الكادر مع الشعب وك متواضع تريع معنا وتقصر معنا افهمني كيفاش شاشيك حنا ثاني تعود حاجه كبيره ان شاء الله وتعاون الشبيبه معكم وبيكم ان شاء الله تعاون ان شاء افهمني مادامك تعاون بلا ما راك رئيس بلا حتى حاجه مادامك هكاك وتعود رئيس تعاوننا انا على بالنا بك ان شاء الله وربي يوفقك ان شاء الله ان شاء الله كل جميع الشعب ربي يوفقك بارك الله فيك حفزه بارك راكم تهضروا على رشيد نكاز هكا ان شاء الله ان شاء الله راكم تهضروا على رشيد نكاز قولوا عليه عفسه مش مليحه ولا هكا فرنسا ولا من افهمني شوفوا اقراو عليه مليح وبحثوا عليه مليح افهمني ولا سيد جنسيه تاعو ترفع عليها افهمني انا كون ما جيتش نعرف وما نهضرش عليه نعرفوا في الجزائر مليا مع في الجزائر افهمني ومعاون الفقراء في الجزائر انا نحضر له انا نحضر له انا نسكن في لاغرون بوس في الجي سنتر وغازرو كيف يعاون في الناس وما هوش رئيس عبد متواضع عادي ربي يوفقه ان شاء الله هذا ما كان يوفقك ان شاء الله تفضل بك عندي دو بوين انا جيت نمشي ونتبع فيك مرحبا بك مرحبا بك يا دو بوين شوف انت عندك ديسكور بيان اون فرونسي اون انجلي تقنع بيان في العربيه راك فابل ياسر عاون لي خويا عاون لي علاش جاي علاش جيتك انا علاش جيتك دونك إذا حبيت تولي رئيس الجزائر غتمثل الجزائر في المؤتمرات الدولية العربية غتحكي اون عرب il faut يعود عندك ديسكور قوي في العربيه كيما راهو قوي اون فرونسي اون انجلي شفت فرونس 24 كسلتهم كامل يعطيك الصحه ليسونسيال نختلفوا معاك في نقاط نتفقوا معاك في نقاط بصح نحبوك لا لا بارك الله فيك واحد ما يشكك في النيه نتاعك اي انسان مليح ويحب البلاد راح يجوه المشوهين يجوه ناس تحرقوا يجوه ناس تاكلوا يجوه ناس تكذب عليه ليسونسيال هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه حضرنا على العربيه بون خذ راحتك خذ راحتك عندنا الوقت عندنا الوقت يا زيد يا زيد قلنا العربيه صباح تعرف وين كان كان في البيوت في الجماعه هذوك اللي ساكنين في البرارك لا شفتوا في القنطره قبيل قلنا العربيه ولا مسؤول خذ راحتك معليش تفكر ونقول لك خذ راحتك خذ راحتك عندنا الوقت خويا شوف نورمال عادي عادي انا رشيد نكاز نعرفه خويا الله يحفظك خويا بعد الله يحفظكم شوف حنا ديمقراطيين لي راه معنا مرحبا به لي راه ضدنا مرحبا به هذه ديمقراطيه هذه ديمقراطيه رشيد دكات تفضل قضية نتاع الميكانيسيان نعم مع احتراماتنا ليه انت دائما تقول رانا نمشوا بشفافيه بارك الله فيك النقطه هذه ما مشيتش بشفافيه مع الشعب ناخذ جواب اشاك فوا اسمح لي اشاك فوا انا كنت غنعمر استماره ليك ومن بعد كيلكو بوان اللي عمرتها لواحد اخر من حقك ليسونسيال عمرتها ليه لا لا حر انا نحكوا هاي نحكوا هاي حر خويا ليسونسيال كاينه نقطه تاع العداله انت قلت نسامحوهم نعم هذه النقطه اللي نختلف فيها معك احنا ننظموا العداله ونديروا دوله القانون ونخلوا العداله تاخذ مجراها علاه نسامحوهم نقدر نجاوبك تفضل زيد فضلك هذا النظام من 62 ما طلقش الكرسي تعرف علاش باسكو هذا النظام فاسد سرق بزاف الدراهم وخباهم في سويسرا في المانيا في بلجيكا في امارات في الامريكان هذا النظام لو كان حسبه كما الفيس باغي يحاسبه كما محمد بوضياف باغي يحاسبه يا والله مو طالق الكرسي ويقتل ويقتل 200 الف جزائري نورمال عادي فرنسا دارت فينا التير دارت فينا الباطن 132 سنه بارك الله فيك وما حاسبناهاش هذا النظام لازم نديروا اتفاقيات كما درنا مع فرنسا لازم ما نحاسبوش ونقول لهم اخرجوا وخلونا نبنوا على جديد وربي سبحانه هو اللي يحاسبهم ان شاء الله لا ما قلتش ان شاء الله قلت لك حنا نديروا منظومه العداله دوله القانون ونخلوا العداله تاخذ مجراها وقتاش نديروا وقتاش نديروا هذا دوله القانون بهم ولا بلا بهم؟ بلا بهم بس عم يخرجوش ما يخرجوش سامحني شوف عباك رشيد نكاس كون يحاسبهم عباك تخلص ما حاسب انا انا قلت العداله تاخذ مجراها عباك انت تحاسب يبداو يخلطوا في الحكايه هما يبداو يخلطوا يا يزيد ما يخرجوش الحراك يبدا ونجح
هاني انت واش ما طلباتك انت؟ اسمع لي خلي يجاوب ولا نقطه. انا اللي باغي الشعب هو اللي يخير خذ الرئيس. انا فرش. اسمع مثلا هذه الزايده هذه هضره ماشي زايده. لا لا هضره زايده. لا 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 هضره زايده. لا 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 هضره زايده. ما يسمعش خلي يجاوبك. ما يسمعش نقول غنقصلك. خلي اسمع لي خويا مفتوح. شوف هذه باغي بلي واش راه باغي الشعب. هذه الهضره السؤال هذا وين نروح نسمعوه؟ معليش خليه يجاوب. راني باغي بي اولا باللي يعدلوا الدستور باي واحد يقدر يترشح. ثانيا يعاودوا الانتخابات من هاك 6 شهور ان شاء الله. في هذو 6 شهور قايد صلاح يديها هو ينظم انتخابات هو ينظم يعدل الدستور ومن هاك 6 شهور اي واحد يبغى يترشح مرحبا به والشعب هو اللي خير. شكون يولي رئيس جديد ان شاء الله؟ هذا مكان. شوف ميسيو نكاز شوف الحراك بدا في 22 فيفري خليه برك شوف ميسيو نكاز نجح قرنا يا رشيد الحساب احنا الحراك خليه بدا في 22 فيفري كي بدا ينجح الحراك في 22 فيفري ابليكاو الماده 102 تاع قايد صلاح باش يشتوا بها الحراك. دوكا واش عادوا في الفيسبوك وفي المواقع الاجتماعيه واش عادوا؟ رشيد نكاز 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 خلوه يكمل يا ولا نكاز. الله اكبر رشيد نكاز الله اكبر رشيد نكاز الله اكبر رشيد نكاز الله اكبر رشيد نكاز الله يحفظكم. انا خلي نكمل معليش كمل كمل نختلفوا في شكون مع الجيش شكون مع الكونتر جيش. اللي مع الجيش يقول لك انتم خوانا والاخرين يقول لك حنا خوانا. هربنا من الاوبجيكتيف الاول اللي خرجنا على جالو في الحراك. حنا ماذا بينا تكون فيها توعيه ونتحدوا. حنا الحراك تاعنا راه على اساس انه محاربه النظام مش نختلفوا في الجيش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رشيد بريزيدون يعطيكم الصحه وتحيا بسكرة. وكل شو ترشح شو واحد دقيقة ترشح دقيقة بك نديرو خطوة شوف أنا ما ترشح ما ولد رشيد يا جماعة خلوا يهدر أتفضل أجمع دقيقة عاود ترشح خويا نرشحوك انصبروا شوية شو ذري يقول اليد في اليد إن شاء الله اليد في اليد رشيد شكون باطل اللي تمشي بها رشيد التليفون هذا؟ قالت لك نروح عند الوالي ما نروح تاع المير. قالت لك نروح ربي سبحانه سبحان الله. الوالي قاعد فوق الثقه في المسؤولين. شكون التليفون؟ باسكو ما ديرش فيهم الثقه. شتا وين تسكن مع الحلوشه مع حاشاك الزبل. عزك الله. قالت لك ما نروحش. قلت لها رشيد. نقول لك حاجه؟ عندنا جويه ان شاء الله نسيبوا حل ما تحمسش. بحول الله. اش سمع لي يا ثلاثه بسم الله. على بالك بلي ما عندكش الحق باش تترشح. شكون اللي قال لك ما عندكش الحق؟ الناس تفوتي عليك وتلمد لك الاستمارات خطره ندور الاستمارات خطره بلون بي عشان جاوبوا شوف هيا شوف يا جماعه دقيقه جاوبوا معليش شوفوا انا في جانفي اتصلت مع المجلس الدستوري قلت لهم عندي مشكل اداري معكم ولا لا؟ قالوا لي سي نكاز ما عندنا حتى مشكل معاك جيب لنا 60,000 استمارات وما عندنا حتى مشكل. كي حبسوني في تيجوزو 23 فيفري على بالكم بلي باغي حبستني في الاوتوروت ودارت لي تحت اقامه جبريه غير قانونيه. بارك الله فيكم. هذا ما يشوفوا والو هذا مريحين في بسكره تفهمني لا لا يشوفوك شيك مرمد لا لا شوف رشيد
الحراك الحراك رجع عاش الكبل رجع عاش بارك الله فيك بارك الله فيك كمل كمل عاش الكبل معليش الكبل يا جماعة خلي الكبل يا جماعة أربعة 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 عاش الكبل يا كبل شوف أنا كي دخلت المجلس الدستوري واش قالوا لي بارك الله فيك خليني نروح معاه قلبها بس اضرب دفوف خليني نجيبه معليش معليش انا كي دخلت مجلس الدستوري قالوا يا سي لكاز جاونا تعليمات ان شاء الله ان شاء الله تعطر قالوا جاونا تعليمات ما نقدروش نقبلوا الملف تاعك ماشي قانون تعليمات قالوا كيف كيف مهدي غادي مسكين ساعه قبلي مهدي غادي كيف كيف قالوا له جاو تعليمات ما يقبلوش الملف تاعو انا واش ندير لو كان نخرج واش تقولوا تقولوا لكاز رشيد ما يقدرش هذه لا مافيا هو ليا يا جماعة ماليش لي يا جماعة ماليش لي يا درت بلومبي وهاش بلانسي دوما الشعب الجزائري فوالا الشعب 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 فوالا الشعب كان كومبلي حط فيك ثقة انت يعطيك صحة ومن بعد انا هو الرسمي وهذا راه غير غير جوكر اسمع واش قلت لك اسمع انا سمعت راه انا يا لوكال يا جماعه يا جماعه لوكال قبلوا الملف تاعي يا جماعه يا جماعه كيف قام عليك شوفوا هذا يا راه في ضروره شي باش يدورون تاعي شوف لوكال ما جاوش التعليمات ملف تاعي قبلوه ما ادري لا ولد عمي لا ولد خالي لا ولد ما لا ولد بابا بصح هذه مافيا هذه مافيا ما تحترمش القانون هذه مافيا تدير واش تبغي هذه مافيا قتلت محمد بوضياف الله يرحمه يعني هذه مافيا لو كان ما عندكش بلومبي ياكلوك ياكلوك علاش تلقيت له سير بلومبي لقيت جبته بلومبي انت ما كانش عفسه واحده اخرى قال حاجه جاوبوا جاوبوا استمارات سير كومبلي كما بلومبي شوف شوف استمارات خويا خويا اجا 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 دابا جاوبوا هذه تساير ماهوش رجع نجاوبوا استمارات شوف رجع رجع بوت فلوطه ما كانش راه 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 ما كانش ساكن في الجزائر كيما انت في امارات وكوزاي في وجده صح هذا هي هو خو هذاك السيد راه نفس الشيء كيما ماني زايد في وجده سعيد كيف كيف نقول لك حاجه ميكانيس هذا رجله ايوا ماني قلت له ميكانيس مش راجل غير غير جاوبك جاوبك لا لا رشيد كاز الله اكبر رشيد كاز الله اكبر يا رشيد مرحبا بك رشيد الله يبارك واش رايك في النوم ما شاء الله دير في بالك اي حاجه ديرها رانا معاك بارك الله فيك اي طرح ديرو رانا معاك خاوتنا يا ترى ما يكون على بال افكارك تروح بعيد رشيد الله فيك عشان كذا معليش حرها شوف بالعاطفه لا لا اروح لا 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 جاوبك جاوبك بالمنطق انا نطلب المنطق ونهضر علميا انه الشعب الجزائري هذا تجيب ميكانيسيا والشعب هذا كل يقول لك وين جاوبك هذا راجل تفضل تفضل جاوبك قبل ما جاوبك استمارات با واحد يترشح الى قلو 60 الف استمارات باسمه لكاز رشيد كيف سماك الله تعالى نسيم نسيم بالرحمي بالرحمي شخصيا لا شوف كي ندير بلان بي اتو اجا اجا كمل كمل بلان بي انا بغيت ندير نسيم بالرحمي لازم
لم 60,000 استمارات في 10 ايام على حسب التعاقد. ما نخدمش خويا راني تحت. مستحيل لازم نسيب واحد يسمو ذكاز راشد كيما انايا حتى ما نتعلم والو. هذا هو الحال. فهمتي دوكا؟ انا نهضر لك بالمزاج. رشيد عندي سؤال. بالعقل بالعقل واش تفسر لنا هل الغياب من الساحة السياسية المدة الأخيرة هذه ما شفناكش؟ احنا من الناس كنا نتبعوا ما شفناكش طول وين كنت؟ شوف جاوبك؟ لا جاوبك في الجزائر وين كنت؟ شوف راني كل يوم في الجزائر داروا لي مقاطعة إعلامية مانيش فوت على حتى أي قناة. راني في لاباج. شوف كل يوم شوف لي اللايف تاعي كل يوم صوف صباح سنتينا باتنا القنطرة البارح خراطة سطيف قلمة كل يوم راني في اللايف كل يوم. والهيراك بدا من خنشلة من بلدية خنشلة. الهيراك الهيراك بدا للزاب بدا من خنشلة خلو كل والو والو كل هذا الهيراك تاع الجزائر وكل بدا من بلدية مالك قالها راس على الرئيس قراص شكون قراص انت في الحراك قراص الثومة خنجلة هي اللي دارت هي اللي دارت الثورة رشيد فهمنا كيفاش والله قراص انت في الحراك. بارك الله فيكم يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. كان نهار كنا راهم خطفوني من المجلس الدستوري اللي يخطفوه ما يروحوش لدارهم فهمنا كيفاه انت خطفوك منا ومنا تقولي روحش لداري كل يوم يخطفوه وكل ما يروحوا لدارهم. جاوبك جاوبك انا نعرفوا هاد يخطفوه اسمانا ما يبانش. خلي جاوبك جاوبني جاوبك شوف انا داروا لي تحت اقامه جبريه غير قانونيه في الدوار 15 بوليسي ديريكت جدارمية في الدار. سامعني انا شايفه في لا غران بوس فهمني نسكن في لا غران بوس ما حبش يخرج ما خلاوهش يخرج طول نقز من فوق عفوا خليه يجاوب نقز من فوق هو نقز انا شفته انا جاوبه خليه يجاوب في المكتب شوف حتى يخرج خويا في المكتب السياسي في الجزائر 250 بوليسي منعوني بعد نخرج من المكتب تاعنا. اختطاف قضيه الاختطاف مش منع ولا مش منع اختطاف تاع دوكا تقول لي راهم خطفوني ومن هنا يروحوك للدارك دير لي لايف وبراحتك. انا نعرف واحد خاطفينه انا نعرف واحد احتجزوه ومن بعد وصلوه يوصلوني الدوار. خويا خويا زين خويا زين اروح شوف عينك شوف اروح معايا شوف اروح معايا الدوار جاوبني هو خالي بالحال يا جماعه جاوبوا شوف من 2000 معليش يا جماعه جاوبوا من 2016 حتى 2018 كنت تحت اقامه جبريه غير قانونيه في الدوار تاعي من الدوار مطار دوار 70 بوليسي يديروا لي الاسكورت ما يخلونيش نتلاقى مع الشعب. في اقامه جبريه ما تخرجش من الجزائر طول لا شوف نقول لك غير قانونيه ماشي حاجه قانونيه. انا قلت قضيه اختطاف انت منا تقول لي راهم خطفوني منا تلقى قدر شوف عينك خويا شوف عينك اخويا ما تروحنيش للدار جابوك شبا في الاحداث ما يخلوش شبا في الاحداث فهموا نورمال علي بالحاج ويهزوك ايوا واش راك انت خلينا واش كاين سؤال تفضل تفضل الشيء اللي راه صاري من السلطه العسكريه اللي راه تكون فيه رأيك انت كإنسان دراك تشوف فيه كمواطن عادي شوف جوبك كمواطن وسياسي ونشط شوف بالنسبة لي أنا نظن باللي ما راناش في الوقت المحاسبة رانا في الوقت بقى نسيبوا حل سياسي بيناتنا رانا كاع جزائريين ولازم نسيبوا حل سياسي ما نحاسبوا حتى واحد. والمحاسبه هذه تاع راك تحس بها باللي حقيقيه ولا لا سيناريو هذا رأي تاعي وهذا رأي تاعي بالدليل هذا سيناريو. خدمت انا فيديو على المحاسبه بعد فهد نواري خش الفيسبوك تاعي دوك تلقاه بعد البياج تاع المحاسبه بعد بياج كبير مديرته نظام باش يهرب من الحراك خش الفيسبوك وكتلقى فهد نواري تلقاه بعد هذا بياج كبير
داروه قبل في لاني 92 علاش باش يروحوا للانتخابات اللي يربحوا ودوكا باش يضربوا الانتخابات باش يربحوا من الحراك تعرف بك راني مع الفكره تاعي ما راناش في الوقت المحاسبه واش قلت لهم احنا نديروا رئيس والرئيس احنا نحاسبوا الرئيس والرئيس هو اللي حاسبهم احنا يا درك مادام كاين نظام فاز وقضاء فاز وكلش فاز ما كاينش محاسبه قال لك اللاعب حميده ورشام حميده اذا كان القاضي ماينه اذا كان القاضي بخاصمك من تخاصم هما كلهم في بعضهم يحاسبوا في بعضهم حنايا الهدف تاعنا لوبجيكتيف اننا نديروا رئيس ان شاء الله نظيف والرئيس هو اللي يكون الحكومه هو اللي يدير القضاء هو اللي يحاسبها هو اللي يحاسبها رمضان برك هذا يقول كلمه جاوبتي رمضان اصبر هيا بلاك بلاك اصبر دقيقه بك نقول كلمه برك منا نوسع عليه هيا رمضان هيا بعيد رمضان عقل اصبر دقيقه عندي انا عندي كلمه بك رمضان ودوا جمعه ادعونا في رمضان ادعونا برك ربي يحفظ لنا الجزائر هذا مكان ادعونا برك اكل هذا مكان كثرونا الدعاوي يحفظ ربي يحفظ الجزائر الله يحفظ الجزائر ان شاء الله عبد اللي في المستوى برك هذا مكان واو صالح اخويا خلي يقول لنا كلمه صالح اخويا الله يبارك الله يبارك السلام عليكم الحمد لله انت بخير متشرفين الله يسلمك الله يحفظك متشرفين بك اخويا بارك الله فيكم فيكم مرحبا بك اخويا ماذا بين الناس اخويا الابطال اللي نشوفوهم اخويا مرحبا بك راهو الشعب هذا كل راهو يحوس على النضال انت راك فتحت الباب للشباب هذا باش عاد يحكي وكذا ومنك راك شفت ملفات عدت الناس كامل راهي تهضر على الملفات تاع الفساد اللي بديت بها انت راهي الناس كملتها ان شاء الله هذا الوعي انتشر بين الشباب هذا مش نادر انا بصفتي يعني هنا من ولايه بسكره نادر للشباب تاع ولايه بسكره راهو اكبر شباب هذا الشباب المناضل تاع ولايه بسكره راهو تحلوا عينيه معليش يكمل تحلوا عينيه وان شاء الله بربي ان شاء الله راهو يهضر على الفساد وان شاء الله بربي ان شاء الله رانا رايحين ان شاء الله للتغيير ان شاء الله سلميا ان شاء الله ومرحبا بك اخويا بارك الله فيك يعطيك الصحه ماينا الصالح يعطيك الصحه بارك الله فيك هيا نروح لهنا الصالح ماينا شوف تفضل قال لك دوزيام حراك ان شاء الله دوزيام حراك ان شاء الله ان شاء الله لازم تطهير مؤسس المدى خاتم المدى هنا حقرتنا السدات حقرونا قسما بالله غير مسحوا بين الارض والله غير انا عبيد في الاداره تاع بسكرا عندنا ملفات ضد املاك الدوله في المحكمه عندنا ملفات كارثيه نحوا للناس اراضيها 440 هكتار هنا في بسكرا مركوها باسم جماعه حداد لا جماعه حداد حدود جا عنده سلالك لا عنده قصعه شخشوخه خالص ما نحكي لك راح التونكا عند حداد اخويا جا سلال لهنا زياره البسكا راح التونكا واش جا في التونكا يدير بلاصه ليه ويحكي احنا نكشفوهم دم الشهداء الله يرحمهم دم الشهداء راه ما يروحش باطل كريمه وراه يدان فيهم كي جانا سياره الهون مشى التونكا عدمن عند حدود شكون هذا حدود شكون حدود هذا وشكون هو مع حدود النايب الثالث ولا الرابع تحدد كريم الاراضي تاعي كلمه كيما راها قريه 440 هكتار سجلها في المحافظه العقاريه باسمه واش من عام 2016 بقصعه شخشوخه قصعه شخشوخه كلاها في طول قصر الليل كاينه انا يا رزقي يكمل معليش يكمل مع العافيه يكمل معليش اروح على قدام اروح قدام اروح هيا هيا اروح كمل عندنا ملفات ضد هذه العصابه ونتمناو يفتحوا تحقيق في ولايه بسكرة ان شاء الله درتوا المحامي ولا لا احنا رانا دار المحامي حقوق الانسان الحمد لله انا رفع بيا قضيه على واه على مشهور السب والتشهير كي هدرت قلت السيد هذا استولى على الاراضي تاع فلاحين البرقات تاع جدرميه المسجد سبع ديال السكن هذه استولى عليها وسجلها باسمه المحامي واش قال لك المحامي القضية خبوها في المحكمة ما حبوها يعني ليوها لخطره تحكم عليهم مش تحكم عليا
تيفوا نظمها تحشين صار الله حط بلاصه من الروح هنا وصايمه الكتاب تاعك ديسپونيبل اون الجيري حلوه من الصفات حلوه من هات معاك صاحي عشرين سنه يا جماعه انا بريذب شوفوا بوتفليقه ديكتاتور ياس ياس سيدي ما شاء الله نسلولك ما كاش مشكل نسلولك ان شاء الله يا جماعه راني هنايا 20 سنه لا كتبها ربي ان شاء الله ان شاء الله مع الشهر يا رب كسره ماشي بو وانا يا مانيش اناني انا الكرسي ما نحوسش عليه هذا الكرسي لو كندوها نكسرو اون لايف هبلهم هذا الكرسي إلا كان رئيس تاع ميدان اللي يزور 1541 بلدية ويشوف المشاكل تاع الشعب الجزائري ويجيب الحلول يجيب الحلول بارك الله فيك خويا الهدف تاعنا نتهلاو في الشبيبة الجزائرية في القراية في الصحة في الخدمة في الطب في التعليم بارك الله فيكم تبنيو لنا سبيطارات فكونا من الأحباس بارك قاعدين تبنيو لنا في الأحباس هذا هو الهدف تاعنا سعيد ولاد يا ولدي سعيد راه لاباس بيه راه يشوف الجودو يا جماعة شوفوا البركة شوفوا تقرا تنور شوفوا الله يحفظكم الله يحفظكم يا تكم الصحة يا تك ها شوف شوف البليزي ها يا تكم الصحة هذه دقلة النور الرمز تاع ولاية بسكرة ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم يا جماعة جوية إن شاء الله نرجع لكم من بعد الانتخابات وان شاء الله ما يكونوش انتخابات ما يكونوش انتخابات ان شاء الله لازم ما ترشحش شوفوا ما ترشح يا جماعه ما ترشح يا جماعه ما نفوتي ما ترشح ونديروا مقاطعه انتخابيه كان ونزيد معكم ولو كان درت غلطة اسمحوا لي على الغلطة اللي درتها أنايا درتها بنيتي درتها بنيتي استراتيجية ولو كان لو كان ما عجبتكم نطلب منكم السماح اليوم ما نطلب من الناس الشلب اللي راحوا معاك تخدموا رقيق الساعه هي الاولى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وعلى بالكم سؤالي شخصي يا خالد اللي عنده سؤال شخصي هيا اللي عنده سؤال تفضل ما شافوش جبتوا دعمك ما شافوش سعيد كيك الحاكم في بلاصه الفريق ما شافوش هو كاش عنده 20 سنه 20 سنه حاكمينا هما نورمال عادي ما عندوش كامل كيف كسياسيين انت الى الاخوين الرخاص داروا الصحاب ما تدير كيفو ما ديرش كيفو هو راه ما ديرش كيفو شوفوا هذا ما كان انا حلف قدام الشعب الجزائري لو كان ندوها ان شاء الله ما كان حتى واحد من العائلات اللي كاد يكون في الحكومه راشد بريزيدون راشد بريزيدون راشد بريزيدون راشد بريزيدون راشد بريزيدون راشد بريزيدون خلي يقول كلمه خلي يقول كلمه سيدي عقبه سيدي عقبه معليش مرحبا بكم هذه جاي من بليده مرحبا بك اسمع يا رشيد خلي يقول كلمه خلي يقول كلمه لانه ما بني على باطل فهو باطل ماناش حابين احنا اي حاجه تبنى بالباطل معليش خلي يهدر 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 معليش هما ما كانوش غادي يوافقوا لك على الدوسي نتاع لا لا اخر الشعب تعليمات تعليمات ماشي قادو لا 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 احنا ما شيناكش انك تدخل في اللعب هذا تاع تقول لهم راني جبت ولد عمي باش تكلعهم لا لا مش حابين ماوش راح يترشح معليش خلينا نهضروا بك انت ورشيد كمل خويا كمل احنا شيناك تاع الشعب
هنا حابينك تفضح هذه السلطه اللي راهي ماهيش قابله هذوم الشخصيات حوسوا يترشحوا ماهيش قابلتهم. جيناك تخرج تصارح الشعب باللي هذا حابين نمشوا على حق حنا وهذوما منظمينا. بصح الطريقه اللي درتها انت شكون حبي تبني حاجه على بابا هذه ما تصلحش. هنا انت كنت بلافو الشعب كان داير بك ثقه بلافو هناك شغل له هبط شويه من الثقه تاعك. ومازال لكم الخطره الجايه سامحين الخطره الجايه مشينا بشبابيه على حق باش نمشوا. يحفظك هيا هيا اثبت. الله اكبر رشيدي كان. 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 هيا سؤال ثاني هيا بما تدير عقبه ان شاء الله. يا جماعه هيا تفضل تفضل. يا جماعة اثبات باللي كنت تحت الاقامه الجبريه. البوليس قلت لك بالدار يا خويا. انا خيرت ولايه بسكره بعد يا ودار عليهم وكل شيء. خراطه كيف الباص السيد سالك سؤال. السيد اسمع 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 السيد روح هو معليش معليش كمل 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 يا ولاد فيسكرا خلوا يهضر يا جماعه. الناس الناس مازالت تمشي بالعاطفه. معليش كنا معاك. انا واحد من الناس كنت مساندك كنت مساندك انت مساند رشيد غني مهدي غني انها مهدي غني. النهار اللي درتوا اجتماع مع بعضاكم ما خرجتوش بقرار هذاك هو اللي فسد كلش. علاه يا جماعه خليني نهضر. ما خرجتوش بقرار لانه قراركم كان قادر يصب في المصلحه تاع الشعب الجزائري. ما خرجتوش بقرار. كل واحد حب يكون يقود وحده. انت كان مساندك الشعب بصح خرجت من بعد تقول لهم بلان بي بلان سي الشعب ما عادش يساندك. كون مشيت بشفافيه من البديه وكملت بشفافيه كان الشعب يا كاكي خلينا نهضر خلينا نهضر. شكون اللي قال الشعب يساندو؟ الشعب ابتداء كمل كمل ابتداء مبروك انت كنت حارتي وتعرف. لا لا ماني حارتي ابتداء ابتداء مواطن جزائري. نعم. انت يا ترشحت ولا كنت حاب تترشح؟ نعم. باش تترأس رئيس دولة الجزائر ولا رئيس الجمهورية الجزائرية ديمقراطية شعبية. كي تقول لي انت انا هو رشيد نكاز. انا هو رشيد نكاز. نعم. معليش اني نمشي معاك ونمشي نسنيلك ونعطيك استمارة باسمك ونكون واقف معاك وفي الاخير تخرج تقول لي بلان بي. انا سوي با رشيد على بالك. علاش مانيش رشيد نكاز؟ لا ما تلعبش لعبهم دوك. لا كنت انت نزيه قدام الكاتاتير اللي ضربت معاك. اسمح لي خويا انا كنت نزيه. لا بن صالح خرجته ولا لا؟ بن صالح بن صالح بن صالح على بالك بن صالح مغربي
دستور ممنوع عليه بيكون رئيس الجمهورية. ممنوع. خرجتوه ولا لا؟ خرجتوه؟ لا لا خرجتوه؟ بنت صالح خرجتوه من المرادية؟ ما تقدرش تخرجوه باسكو هذا النظام فاسد ما يحترمش الشعب. ما يحترمش الشعب هذا النظام فاسد. لو كان ما ديروش عفسة قانونية يا والله ما تسلك معاه. انا صرت عفسة كما دار اردوغان كما دارها بوتين باه نبقاو سلميين قانونيين ديمقراطيين وحضاريين. وانا بالنسبة لي درت حاجة مليحة لانه حاجة قانونية وسلمية. على بالك باللي في 99 داروا نفس الشيء مع الشيخ محفوظ نحن الله يحفظه. عدلوا الدستور عدلوا الدستور باه ما يقدرش يترشح. انايا ما نقولش لا غالب. انا الشبيبة اللي دارت فيها ثقة لازم نبين لها باللي هذه لا مافيا نقدر لها وقدرت لها. وعلى جال البلان بي عفسوا على الدستور وحبسوا الانتخابات. ولكن نطلب لكم السماع لو كان درت غلطه بس بالنسبه ليا دخلنا في استراتيجيه. لا راه بوش قال رجعت ما كانش تاكل على بوش نبقاو سلميين حتى نتكسر. سيبك نبقاو سلميين حتى نتكسر. نبقاو سلميين الى الممات ان شاء الله. الى الممات ان شاء الله. تفضل عنده دوار عنده دوار الولايات. شنو الهدف؟ الهدف تاعك؟ الهدف تاعي مقاطعه انتخابيه تاع الانتخابات تاع 4 جويليه فقط. انا ما نفوتي ما نترشح. احنا الشعب بن عمي اسمعني اسمعني دور كان سارك الدور على الولايات كلها. نعم نساعك المقاطعة مقاطعة هذه راهي مفصول فيها تخريب لابري بارتاع الشعب كل على بالك الحمد لله. ولكن ننسى كما نقولوا الوقفة نساعك وش هي وش هي اكزاكسو وجاوبتي خويا انا راجل ميدان. انا يا مدمير تخيط في الوسط الشعب. انا نفهم استراتيجية تاعي. انا يا فكرتي الاول اللي دار اللي قال لازم نديروا مقاطعه انتخابيه. انا نضم صوتي للشيخ هذا اذا كان انت راح تترشح. شكون اللي راح يترشح انت ولا الشخص اللي شوفوا جاوبك جاوبك لو كان تكون دوله القانون في الجزائر. انا يا اللي نترشح وما تزيدوش كاع تسمعوا لا ولد عمي لا ولد خالي لا قدور لا معمر تابعوا ترشحت في 2006 انتخابات فرنسا. ما بغاوليش بغيت نترشح نجاوبك خويا نجاوبك. بغيت ندافع على المسلمين على اللي في لما يحقروا فيهم في اوروبا في فرنسا في بلجيكا في سويسرا. وحتى الان انا الاول برد انا الواحد في العالم اللي خلص المخالفه تاع المنقبات في فرنسا بلجيكا سويسرا المانيا نمسا. لا بنبين روحي ونقول لهم باللي راني هنايا بندافع على المسلمين في اوروبا. يا شيخ سامحني 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 غير خبر غير اسمع اسمعني والله تفضل. وش هي الحاجه وش هي الحاجه تفضل كي تولي رئيس وش هي الحاجه اللي تبدلها في البلاد؟ واش قادر تزيد؟ انا يا شوف شوف قبله سؤال قبله انا التجربه تاعي اقتصاد. لازم نديروا مؤسسات بنخدموا الشبيبه الجزائريه. لو كان ما كانش الخدمه ما درنا فيها والو. تفضل سامحني تولي بزينكم سامحني احنا الشعب هذا كله خارج راه كونتر كونتر النظام هذا كله. صاي نظام فاسد نظام عصابات على بالنا بها على بالنا بالسياده. الشباب هذا كله راهو واقف كله قلبه راهو عاد يلوح. ابداها من بسكره روح بسكره محقوره بالمسؤولين تاعها بالمير بالوالي بالكل. سؤال سؤال برك سؤال تفضل تفضل. انتوما كسياسيين سامحني اعطيني حلول للناس هذو الشبيبه هذه اللي راهي كارهه. اعطيني حلول يا جماعه حلول نجاوبك نجاوبك يا جماعه كاين اسمع اسمع كرهنا الشعب حاجه جاوبك كرهنا باللي الشعب راهو سلمي راهو الشعب ربي يبارك ما شاء الله راهم يهضروا فيكم كلها هذيك كرهنا نحوسوا دروك التطبيق يا جماعه كاين حل واحد برك لازم تفهموا مع الجيش الجزائري. كيفاش لازم نديروا حوار حوار مع قايد صالح. شوف لازم نتفاهموا معي. شكون اللي حاور؟ شوف اللي انتوما اللي انتوما شكون انتوما نجاوبك نجاوبك اللي انتوما كشعب هذا بيسكره ديروا ممثل واحد من ولاد بيسكره. على ما ديروش ممثل واحد ولاد بيسكره. واحد يدير ممثل اسمح لي في نعامه واحد في ام الباقي واحد في طمراست واحد في اضرار ان شاء الله تسعه يكونوا 48 ممثلين هما يديروا نيغوسياسيون حوار مع قايد صلاح ويسيبوا حل سياسي. انا نظرتي قايد صلاح
يدي بلاصه بالصلاح 6 شهور في المراديه تي هادو 6 شهور يعدلوا الدستور نعم يعدلوا الدستور اجا شوف اجا شوف اجا كمل يا خويا كمل شوفوا يعدلوا الدستور مع المعارضه السياسيه ينظموا ينظموا اجا 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 تجاوبوكم بعد شوفوا السلطه الاعليه شوف شوف هما اللي ينظموا الانتخابات من نهايه 6 شهور ان شاء الله بصح كان شرط لازم هو ما يترشحش الانتخابات من نهايه 6 شهور ان شاء الله هذه هي النظره تاعي والله اعلم وكل واحد يرى تاعك الممثلين تقول الممثلين يديروا مع الجيش دوك على هي مشكله في التمثيل الشعب هو اللي خير في كل ولايه ممثل شوف الشعب هو اللي خير في كل ولايه ممثل شوف الاشكاليه يا سيدي علاش قدر التمثيل دوك كل امراه فين التمثيل قد افكار تاع التمثيل مثلا يديروا مثلا هنا في بسكره اكبر اكبر مثلا رتبه في التعليم مثلا بروفيسور ولا حاجه يديروا هو ممثل ومن بعد مثلا امام تاع جامع اكبر جامع في البلاد هو يدير يعرض عليهم هذا هو باش يمشي لازم معايير التمثيل دوك الناس كلها تحب التمثيل والناس كلها ماشي حابه التمثيل واش راكم باغيين؟ عندنا في مشكله لازم كاين معايير للتمثيل ما تمشي هكاك طرفي برك لازم معايير للتمثيل وصح لازم الجيش الجيش هذا يقود يقود هذه اللي هذه مع الجيش ما خلوش يا جماعه اللي يبغي يروح معنا سيدي عقبة مرحبا بكم يا جماعة من بعد سيدي عقبة عن الواد هيا بسم الله هيا هيا واسمحوا لي وجوية إن شاء الله جوية إن شاء الله هيا بسم الله يا أولاد بسكرة اتفضل خويا أنا كنت متبع صراحة وكنت تعجبني كي تدور على الولايات شفت حاجة برك ما عجبتني فيديو قديم تاع المروك كي كنت في المروك هذا فابريكي خويا أنا نسمع في صوتك أخويا وي أنا صوتي وأنا واش قلت؟ قلت المغاربة راكم تهضروا على الساحة الغربية قلت لهم بركه ما تهضروني على الساحه الغربيه اروحوا سبته وبليليا وكي يديروا الاعلان في سبته وبليليا اللي راهي في اسبانيا من بعد نهضروا على الساحه الغربيه هذه هي فيديو فوتو رشيد فوتو منا وعود كذيبه وعود كذيبه على مش امر طبق هذا قيد صالح هذا قيد صالح ما نعرفه ما يعرفش اليوم هو اللي يحكم في البلاد خلوا يديها 6 شهور يعدل الدستور إلا ثم انتخابات 6 شهور ايش انتخابات احنا ماشي قابلين ماشي دوكا ماشي دوكا كان جويي ما كانش انتخابات من بعد من بعد جانفي ان شاء الله جانفي ان شاء الله جانفي ان شاء الله رشيد فوتو اي جانفي ان شاء الله اي هنا راني هنا رانا كونتر العصابه كل احنا رانا كونتر العصابه كل عامل قيد صالح عامل قيد صالح عامل خدمه رشيد عامل خدمه رشيد عامل خدمه عامل دائما نسيبوا حل سياسي يا جماعه دائما الشعب هو فوق كل شيء الشعب هو السلطه الشعب هو السلطه الشعب هو السلطه يحيى رشيد نكاس الرئيس ما شاء الله الله يحفظكم ما شاء الله ايوا 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 ديروا سفني ايوا بصح ايوا ديروا سفني على الفوق ايوا يعطيكم الصحة والله بارك الله فيكم والصحة لا لا صعبة والصحة رمضانكم والصحة فطوركم يعطيكم الصحة جوية إن شاء الله جوية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ان شاء الله ان شاء الله رساله للرشيد اي اي لا اقل لا اي 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 اه كريستيانو رشيد هيا سيدي عقبايو امير ديزاد امير ديزاد مع الصفحه تاعك تحيا امير ديزاد بارك الله فيك بسكرة بارك الله فيك يعطيكم الصحه هيا كونتر على داعي فيديو راك فيديو ميرسي ميرسي رشيد كتاب كيفاه مدينا دار كتاب كتاب لليفر لليفر الياس اعطيني نصور تحيا للفيسكرا تحيا تحيا الجزائر الله يحفظكم هاي معليش لازم نبقاو ديمقراطيين يا شباب ميرا معنا مرحبا بيه ميرا ضدنا مرحبا بيه هيا بسم الله هيا بسم الله يا ناس بسكرا هيا
رشيد ادي معك دوباره مليحه فور فور الله يحفظكم الله يحفظكم شوفوا شادي ما شوفوا هاي 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 هلا يعطيكم الصحة انا تروكار بس اعطيو لنا الفوتو جماعة ثاني اعطيو لنا الفوتو جماعة خويا هاي امير بيزيد فوتو قناة النهار النهار انا تروكار فوتو هيا هاي بيسكا ما كاش كاشير بيسكرا ها كاش كاشير لزوب افتوا على افتوا هيا بس وي خويا هيا بسم الله هيا هيا بسم الله هيا سيدي اخويا هيا لا يحفظكم ما شاء الله روح لنا طرا منا الشيخ نديرو هيا بسم الله هيا هيا سيدي اخويا الله يحفظكم ما شاء الله هيا بسم الله بسم الله هيا روحوا للزمايا سيدي عقبة وصعب طرتم هيا بسم الله يسلنا بايا هيا بسم الله دير دير الله يحفظكم ويعطيكم الصحة بسم الله رشيد بسم الله بونجور سي سناف سي سناف سي بوكو صافي بليزير الله يحفظكم ان شاء الله رشيد هيا رشيد منا رشيد روح الرئيس رشيد وامير تيزيد وفيرا على قرية تاروكا وشوف الاحتفال الحار بالناس بالكرا مش مع العسكر احنا رانا مع الشعب فهمني احنا رانا مع الشعب خلينا من العسكر العسكر راك شفتو في مصر واش دار راك شفتو في العربية احنا نحوسو نجبدو المال وصل العسكر السياسة لازمتش يسيطر عليها الشعب ما يسيطرش عليها العسكر وما يسيطرش عليها المال احنا مثبتنا الجزائريين مثبتنا الشعب رسالة عسكر هيا صاحي دوري وطلب الرسول هيا سيدي بارك الله فيكم بنصحتكم يا شعب يسكري وطلب منكم صحة الله يسلمك الله فيكم الله يسلمكم سيدي عقبة الله يحفظكم اروح 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 اروح
معليش معليش الله يحفظكم ان شاء الله يعطيكم الصحه الله يحفظكم بارك الله فيكم والصحه فيكم يا ناس بيسكرا الله يحفظكم ان شاء الله السلام عليكم والله يحفظكم وشكرا على الاستقبال صافي بليزير لا كنت راقد فهمت عليك صاحبي من فرنسا قال لي رشيد لك كذا من فرنسا الله يستر فيكم الله يستركم يعطيكم الصحه الله يسلمكم بارك الله فيكم على طاك يا بسم الله شوفوا ما شاء الله يحفظكم جميعا رشيد صحيتو لا يحفظكم رشيد بارك الله فيكم يا ناس بكرا شكرا لكم بنات مصباح السنة صحيتو الله يستركم بارك الله فيكم هيا ولدي سالي ربي بارك تشوفوا هيا اصبر رشيد رشيد انا نورمال صور هذا شوفوا شو كان صور نورمال هيا دقيقه هيا دقيقه هيا بارك الله فيكم ويعطيكم الصحه حسنا سيدي عقبه يا جماعه سيدي عقبه يا جماعة سيدي عقبة سيدي عقبة هيا 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 سيدي عقبة اي رشيد يا سيدي طلعت حصة شريك الوطنية عندي مسجد الشعب الله يسلمك اه ان شاء الله هذه كلها شابة كلها شابة الله يحفظكم ان شاء الله هيا شكرا لكم هيا سيروا سيروا هيا تعالوا الاولاد تعالوا الاولاد اربح نكمل مع الدراري هنايا راه في الدوار يسلم عليكم الله يحفظكم فوالا شوفوا بلاد الجزائر الله يحفظكم تجور معاك يا سيدي بارك الله فيكم يعطيكم الصحة تجور معاك هيا سيدي عقبة سيدي عقبة يا جماعة هيا بسم الله هذيك تجي هيا فوالا صحيح الله يحفظكم. سي جونتي بارك الله فيكم يعطيكم الصحة. ميرسي بوكو الله يحفظكم. ميرسي بوكو بور لو جيست. ميرسي معكم وبيكم إن شاء الله. الله يحفظكم ميرسي بوكو. صحيتو شكرا لكم الله يحفظكم صحة بدوركم يا ناس بيسكرا يعطيكم الصحة. تحية الجزائر وتحية بيسكرا. شفتوا كيف حبايبي دايرين ولا لا؟ صافي بليزير ولا لا؟ يعطيكم الصحة يا شباب. راشد نكاز تو مالي الزوم تو مالي الزوم شوفوا الناس بيسكرا ما شاء الله والله الله يحفظكم العسكر والمال بعد العسكر والمال فاسد يعطيك صحة العسكر والمال فاسد شوفوا الناس بيسكرا سيدي عقبة سيدي عقبة هيا هيا سيدي عقبة إن شاء الله صافي بليزير والله يعطيكم الصحة يا الشرع صحبط صحبط هيا سيدي عقبة هيا هيا شوفوا الناس بيسكرا ما شاء الله للزوم للزوم ناس بيسكرا الله يحفظكم شفتوا الاستقبال كي داير ولا لا مواطن عادي مواطن عادي يا ودي للزوم انتم ما شاء الله زيد قدام زيد قدام زيد هيا هيا اكتيفي 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 اه لي الله يحفظكم شوفوا لي شوفوا صافي بلجيا ولا لا معكم وبيكم ان شاء الله يا نزار الله يحفظكم والله الله يحفظكم شفتوا درنا حوار بس بيسكرا اه ما شاء الله قلت لكم بلي نجي نجي نورمال عادي الله يبارك الله يبارك العربي بن مهيدي راه هنايا الله يرحمه هنايا الله
يحفظكم ان شاء الله. للدام يا شبيبه لا يحفظكم. صحيتوا صحفتكم. لا شفتوا لا جوداش ولا لا؟ خلينا منها الحكايات القديمة تاع قايد صالح وبغار الحكايات هذه كل بدنا منها، حنا يا شو الشعب جيش هو لازم شوف يحمينا برك، جيش يحمينا برك. هذا يحمينا من العصابة برك وباقي خطيئة علينا حنا، حنا لازمتنا شوف الصندوق حنا اللي نحموه يحميه الشعب ما يحمي حتى واحد، فهمتني سي رشيد؟ ماينا خويا سيدي ماينا رشيد ماينا أنا نسجلك ماينا رشيد وقف معنا برك رانا وقف معنا ليلة متاحة وكاع استماراتكم بالدار انا كاع الله يحفظكم ان شاء الله صحيتوا للظام ديمقراطية نعرفك ديمقراطية ديمقراطية عليا رشيد 40 فريق غنبقى نديرو معاهم علوم يقينونا ان شاء الله يا محب يشوفهم قايد صالح محب الله يفهم بالله تودا معاهم يا هو كمان اسمع حتى تروح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بعينكم شوفوا لي كادو ما شاء الله شوفوا هيا شوفوا الكادو ما شاء الله ناس بيسكرا يعطيكم الصحة شوفوا كادو كي داير شوفوا الناس الناس بيسكرا ما شاء الله مصحف هاكم تشوفوا صافي بليزير ولا لا والله صافي بليزير كادو كي داير والله يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة صافي بليزير أو لا 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 انكرويابل شوفوا الكادو كي داير وجهد سلمي يعرفوا لها بيسكرا اي 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 سامبوليك رشيد والله ما شاء الله ها سيدي اسمع ما شاء الله سيدي ميني توت معنا مدمي طريزه يعطيهم الصحه شفتوا ولا لا صافي بليزير بارك الله فيهم ناس بيسكرا ان شاء الله صافي بليزير والله يعطيك الراي صور هاجي اشوف شوف ما شاء الله شوف هاجي اشوف زودهم زودهم شوف شوف للجازه يعطيك الصحه يبارك فيك ديمقراطية ان شاء الله بعدكم وفيكم هيا عندي التليفون تاعك الله يحفظك بارك الله فيكم صحيتو الله يسلمكم ان شاء الله فوالا دوكا نديرو زيارة خفيفة صحيت بليد بليدة زيد على جالك الله يحفظك الله يحفظك دوكا نديرو زيارة خفيفة سيدي عقبة وسمحوا لنا الواد نجو الروطار بصح رانا جايين بارك الله فيكم والتحية ناس بيسكرا تحية ناس بيسكرا الله يحفظكم ويعطيكم الصحة وصحابكم وبارك الله فيكم ولا صافي بليزير وتحيه الجزائر